الاهلي يا سمير. خساره من اجل مواصله صداره جدول الترتيب بعد 13 جوله، يجلس بفارق 5 نقاط لتحيل، لكن هذا الفارق ربما يتقلص في مباراه اليوم فيما لا فيهم يعني الاداء الممتع. ونتمنى ان نشاهد الاهداف في هذه المواجهات الكبيره المنتظره وفي قمه مباريات الجوله وفي محاوله في منطقه المقابل هدفين ما بين الاهلي والخور نعم كره محاوله اماميه لكن تصل عند كلودا، ثم بعد ذلك العربي وام صلاح وصل في ملعب المباراه، تغيير الاتجاه اللعب وصلت الى الجهه اليمنى، محاولة على الكرة العرضية تأتي داخل منطقة الجزاء الخطيرة، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، لا زالت المحاولة داخل منطقة الجزاء، كرة بتسديدة تأتي لكن اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، الكرة تصل إلى ركلة ركنية على يمين فهد يونس، هذه الكرة وهذه المحاولة وهنا التدخل والتسديدة التي تأتي لكن اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية بالخدام من المؤسسة لعبة في الجهة اليمنى، لا زالت مستمرة، البحث عن التقدم الآن من الجهة اليمنى، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء الرأسية تأتي إلى هو اللي ينفذ الكرة والمحاولة القادمة عموما محاولة ملعوبة من الجهة اليمنى، ملعوبة الكرة الآن وصلت عن طريق محمد موسى أمامية من محمد، البحث دائما عن أرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة استغلال الوجود المعز بالإضافة إلى ماريو مانزوكيتش، هذا ديمسون عرضية دخل، عاد بعد ذلك في الموسم الذي يليه وسجل التحيل الانتصار الكبير بخماسية، كرة محاولة ملعوبة من ياسين إبراهيمي لكن التصدي يأتي من حارس المرمى وكلود أمين في التوقيت المناسب، كلود أمين في التوقيت المناسب يتصدى ويقف أمام نصل ونشاهد تصديات حراس المرمى، قد يكون هذا الاختبار الأول، كرة ملعوبة لكن أيضا كرة في الجهة اليسرى الآن، تسديدة مرت بجوار القائم إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى ليستمر من خلالها التعادل بعد نهاية أحداث الوقت الأصلي بانتظار، كرة ملعوبة معها تأتي صافرة عبد الرحمن الجاسم لتعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين الفريقين، ننتظر ما الذي يمكن أن يحدث في شوط المباراة الثاني وننتظر. قبل أيضا الركراكي يعتمد بنفس الأسماء ويحتفظ ببعضها على مقاعد البدلاء، كرة بمحاولة وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، كلودامين في حراسة التحيل، أحمد ياسر، المهدي بن عطية، محمد موسى، سلطان البريك، لويس مارتن، كريم بضياف، منتصف وصلت عن طريق لويس مارتن بشكل مثالي جدا إلى محمد موسى، محمد عرضية في منطقة الجزاء الرأسية والإبعاد، والقرار يأتي بوجود الخطأ لمصلحة ميركادو، خطأ على ماريو مانزوكيتش لمصلحة جابرييل ميركادو، يتدخل في التوقيت المناسب، هنا هل الدفع موجود؟ واحد هذه الاسماء كان خالد محمد صالح في تشكيله المدرب الاسباني فيليكس سانشيز، كره بمحاوله ملعوبه الان وصلت الى داخل منطقه الجزاء، ماريو مانزوكيتش عرضيه لا زالت مستمره قائمه، لكن ياتي القرار، ياتي القرار والرايه موجوده من المساعد الاول محمد جابر ضرمان، محمد ضرمان يعلن عن وجود التسلل، هذه الكره لحظه التمرير، برافو محمد، برافو محمد، برافو محمد، رغم صعوبة قريبة كثيرة من المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا، إن لم يتوج السد بلقب دوري أبطال آسيا ويكون صاحب الأولوية والحق في العودة مرة أخرى للمشاركة عفوا في بطولة كأس العالم وودع منافسات دوري أبطال آسيا أمام فرصة كبيرة في حال تحقيق نقاط المباراة الثلاث، لكن الآن كرة بمحاولة تقدم تأتي، طالت على سلطان البريك، طالت على صوب ويجب ان نتوقف عنده، يجب ان نتحدث عنه، الكلين شيت اعتقد السادس في اخر 7 مباريات لان يحقق لقب بطوله الدوري، هو الوحيد كان معاهم خالد مفتاح، كان معاهم نام، كان معاهم اسماء اخرى، كره تصل الان الى المعز داخل منطقه الجزاء، لمسه يد في الجهات اليسرى،
إلى دائرة المنتصف بأقدام أحمد ياسر يلعبها في الجانب المقابل. وصلت إلى محمد موسى، عادت مرتدة بأقدام ياسين، ممكن أن يمر، سينجح في ذلك، ينجح، يتقدم الآن، يمر الكرة، وصلت إلى يوم بولي، بولي يسجل، بأقدام ابن الصحراء إلى ابن القارة، كرة في شباك الحارس كلود أمين. ياسين يؤجل الاحتفال إلى بعد التأكد من حالة التحكيمية فيما لو كان التسلل موجود أو لا. يوان بولي يسجل ويضع الريان في المقدمة. هذه الكرة تخلصت، وصلت إلى ياسين، انطلق من الجهة اليسرى، قلت ينجح ينجح ينجح، يمرر والكرة ممكن فيها عودة إلى تقنية الفيديو، ممكن فيها عودة إلى، أو أكيد راح يكون فيها عودة من أجل التأكد من صحة الهدف فيما لو كان بولي متسللا أو لا. لكن ياسين مر بشكل مثالي جدا ووضع الكرة إلى يوهان بولي في مواجهة المرمى. بولي بعد ذلك وضع الكرة في الشباك ليسجل، بعد يعني إذا يتقدم. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللمسة، يا سلام يا ياسين، والله الله 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 يا بولي، الله يا يوهان، بالقدم اليمنى في ساوية يضع الكرة وينجح في الوصول إلى المرمى ويسجل ويتقدم الريان في حال فوز نادي الريان. ماري مانتوكيتش يترك أرضية الملعب، بديل محمد مونتاج، كرة لمصلحة نادي الدحيل، محاولة ملعوبة في الجهة اليمنى عرضية في منطقة الجزاء، تدخل في توقيت مناسب، جهة الدحيل من الوصول أو الاقتراب من المرمى، كرة تعود الآن. إلى عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية، المحاولة عن نهاية اللقاء، المدرب دييغو أغيري كامبلور الأوروغوياني مدرب نادي الريان، كرة المحاولة أمامية لا زالت في أرضية الملعب، طالت نعم لا، مشاكل التسجيل لمكان لاعب للوكرة، هي كرة المحاولة في منطقة الجزاء، ميركادو من جديد، وفي المرة الثانية فهد يونس يتصدى لمحاولة المعز، ميركادو في اللقطة الماضية، شوف الكرة اللي منعت الهدف، هذه أوه. ميركادو يتدخل أمام المعز، الإصرار يستمر والتسديدة بالقدم اليسرى، لكن فهد يونس في المكان المناسب، فهد يونس في المضياف، يا سلام للكوري الشمالي عن كوانغ، لمسة في الجهة اليمنى العرضية من محمد موسى، مرت من أمام الجميع، لا زالت داخل منطقة الجزاء بأقدام إدبلسون يا لويس مارتن، لويس يسدد إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة بالقدم اليمنى عن طريق لويس مارتن، لكن الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. شوف تمريرة هانك وانغ إلى ركلة مرمى الآن، هذه المحاولة اللي كانت بتمريرة من إدبلسون وصلت إلى هوان، ولكن كرة اللاعب